السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم دعاء أبو عمرو سعد المتولي، كلية علوم وتربية جامعة سوهاج، معلمة رياضيات بإدارة الجلجة التعليمية. النهاردة معنا تطبيق جديد من تطبيقات أوفيس 365، وهو تطبيق مايكروسوفت فورمز. طيب يا ترى فورمز ده هناخد فيه ايه الجديد النهاردة؟ احنا شرحنا فيديو قبل كده عمل اختبار. الجديد النهاردة 5 مزايا جديدة في تطبيق فورمز، وهي تصميم جديد لموقع نماذج مايكروسوفت، كيبورد مخصصة لأسئلة الرياضيات. دي حاجة طبعا أنا كمعلم رياضيات حاجة عظيمة. تحديد أشخاص معين الإجابة عن النموذج، طباعة الإجابة PDF، نشر الامتحان من فورمز لتيمز، فورمز 2 تيمز إكزام. يلا بينا نفتح معانا البرنامج أهو من متصفح إيج. دي الواجهة الرئيسية لمتصفح ايج. ممكن افتح من هنا من 9 نقاط، تمام، وممكن من الواجهة الرئيسية لأوفيس، تمام. طيب من 9 نقاط دول هنستعرض كل التطبيقات، ولكن ايه، هنضغط على الفورمز عشان ما نضيعش وقتكم. احنا قلنا اول ميزة تصميم جديد لموقع نماذج مايكروسوفت. ادي هنا هو هنا عار العرض بتاع النماذج بتاعتي، عاملها شبكة. طب اهي من هنا ممكن اخليها قائمة، ما اخليها الشبكة، ارجعها تاني شبكة. دي للفلترة، افلتر كل الاختبارات بتاعتي. هنا لو في اختبار معين عاوزاه، اكتب اسم مثلا الاختبار بدل ما ادور عليه في كل ده. طيب اختبار جديد اهي، من هنا اختار نموذج جديد. ده لو عندك حساب تي 3 او سوهاج جيمين 1. طيب قال لي من هنا النماذج المثبته اهي، طبعا ثبت انا نموذج، ولكن النموذج ده اهو اعمل له اضافه الى المثبت، وهضيف ده برضو اضافه الى المثبت اهي اهي، من هنا اضافه الى المثبت. ارجع هنا اهي، كل النماذج المثبته معايا اهي، تمام. طيب لو عايز، انا مش عايزها في النماذج المثبته، ممكن اعملها ازاله من المثبت اهي، وممكن اعمل ازاله من القائمه، بس انا مش عايزها ايه، محتاجها في القائمه، مش عايزه احذفها. المهم ان هنا جميع نماذجي اهي، دي كل النماذج اللي انا عاملاها فورمز. من هنا النماذج المحذوفة، دي كل النماذج انا حذفت على فكرة موجودة، ما تحذفش بشكل نهائي من ريسايكل بن، لا هي موجودة، انا عاملها حذف نهائي، عاملها حذف من هنا كده، حذف نهائيا مستحالة هرجعها تاني، اعملها استعادة. طبعا اهي من هنا استعادة كده، ايه راحت للنماذج دي. طيب احنا قلنا القصية التانية لو فاكرين ان في كيبورد مخصص اسئلة الرياضيات، تعال نستعرضها مع بعض. هعمل من هنا نموذج جديد، اسئلة، هكتب ايه مثلا، هكتب الاداء التحريري، تمام، وصف، هنقوله ادخال الاسم رباعي، قال الاسم رباعي. طيب اضافة جديد، هعمل هنا مثلا تيست، هنروح على الـ3 نقاط السحرية، تمام. وبعد ما ضغطنا على ماس هنا اهي، يبدأ هنا يحدد لي المعادلة، بيحدد المعادلة بتاعتي احنا، ادي ماس، تمام اهي، بيحدد لي هنا المعادلة. طب احنا عايزين هنا نكتب المعادلة بتاعتنا، اهي ابدا اكتب انا ايه المعادله، هقول مثلا جذر 6 في جذر 6
هنا اعمل يساوي وبعدين اضغط اوكي. انتر يور انسوير يعني ادخل الاجابه. انا بحب ادخل الاجابه او اد انسوير. هقول هنا تساوي 6 صحيح واضغط اوكي. تمام. طيب بعد كده تحديد تحديد اشخاص معينين لاستلام الفورمز بتاعي. هضغط هنا احد طبعا هنا من اولا اهي سبيشال بيبل ماي يعني اشخاص محددين في المؤسسة بتاعتي. تمام خلاص كده اضغط هنا يس. تمام انا من هنا اقصر اليو ار ال اهي بس يعني السطر ده بس اللي هيظهر معايا. تمام للشخص اللي انا هبعت له الشخص اللي هبعت له اللي هو الاختبار. طيب في ايه تاني معانا؟ طباعة النسخة من الاجابة او تحويلها الى PDF. طيب برضو هحدد اشخاص محددين اهم وابدأ هنا اكتب الاسم مثلا هنا مثلا هناخد استاذة نجلاء. تمام وادي هنا تكوبي وبعدين هروح على اعدادات اهي احدد لها هنا ريكورد نيم انا شخص تحديد الاسم. تمام هنا ستارت احدد التاريخ احدد برضو الوقت لا بس كده وابدأ اعمل ايه شير بالاختبار. تمام ممكن اروح على المتصفح واعمل باست اهو لصق الامتحان. هي طبعا ادم ما بالنسبة لها هي هيظهر لها لازم طبعا هتدخل اللي هو الرقم السري وبعد ما تخلص حجاب على الاختبار تحول النسخه بتاعتها ل PDF تظهر لها بعد كده الدرجات. اخر حاجه معانا وهي ازاي احول الاختبار ده الى التيمز. تمام هفتح التيمز وادي اروح على الفريق بتاعي انا هبعته للفريق بتاعي. تمام ادي الفريق وارجع عند علامة بلس. تمام واضغط واختار فورمز. تمام هختار بيقول لي انشاء نموذج ولا نموذج ما هو نموذج موجود بالفعل. هبعت الاداء التحريري. تمام تجميع الاستجابات انا هعطل خاصية النشر على القناة اهي واعمل حفظ. طيب هو ده عشان بعد PDF نبعت اختبار تاني. هضغط فورمز واعمل اضافة نموذج واعمل اداء تحريري واعمل حفظ اهو. تمام هنا مثلا طب ده اداء تحريري بس مش ايه مش مكتوب للاسف. نعمل اختبار تاني اضافة نموذج. طيب هنختار هنا اختبار ده واعمل حفظ وادي بعد ايه ما اخترنا النموذج بتاعنا اهو القارئ الشامل ونشغل القارئ الشامل من هنا نموذج غير معنون. تمام هنرجع.
طيب هنا هنجاوب بقى على السؤال. أول نيجي عند بوست هنا، خلاص نتأكد إن هو وصل. وادي عند اختبار رياضيات، هرجع من هنا. طيب نشغل هنا 5 + 7، هنا يدينا 12. ندخل الإجابة وأعمل إرسال، شغل القارئ الشامل. اختبار رياضيات، مرحبا. تمام. طيب نعملنا هنا بوست، هنا اختبارات كثيرة مبعوثة، ضغطنا عليه كده. ادي اختبار اخر، قيمة رقم 7 على 10، هنا هنا قيمتها 7000. تمام. متقطعان في في نقطة. تمام. هنا دي تساوي، نحل الاختبار كده. ده ضغط الاختبار شكله رباعي، لو شغلنا القارئ الشامل. تمام. 4 نقط، المربع هو شكل نقطة، خماسي، رباعي، سداسي. نهاية السؤال، أغلق القارئ لإدخال إجابتك نقطة. تمام. هنا رباعي. طب شغلنا القارئ الشامل هنا. خمسة نقطة، العدد نقطة نقطة، يقبل القسمة على 3 نجمة. 63، 20، 25. نهاية السؤال، أغلق القارئ لإدخال إجابتك نقطة. تمام. هنختار هنا 63 وأعمل إرسال. إحنا حلينا اختبارين مش اختبار واحد. تمام. نموذج غير معنون. طيب خلاص كده، هرجع هنا بوست منشور، ابدا ارجع على الواجهه الرئيسيه بتاعتي، نشوف الاختبار بتاعنا. طيب نقفل هنا، حاول نشوف الاختبار اللي احنا حليناه. تمام، عشان نشوف الاستجابات بتاعته برضو مش ده. طيب نحاول طيب الاختبار. طيب بعد احنا كده ما حلينا الاختبار، رحنا على الواجهة الرئيسية ونجيب الاختبار اللي احنا حليناه. الاستجابة 2 اهي. تمام. 2 طبعا البلون الاخضر هي تكون الاجابات الصحيحة. تمام اهي. ممكن كمان اعرض افتح في اكسل، بس انا مش عايزه اطول على حضراتكم. تمام كده، فتح معايا في اكسل اوبن فايل اهو، فتح الاكسل معايا اهي. دي صفحه الاكسل بتاع اللي هي النموذج اللي احنا حليناه مع بعض. الاستجابات بالتاريخ بالساعة، طبعا الحل. تمام. طيب ده كل ما يخص طبعا الجديد في الفورمز بتاعنا. تمام. وطبعا ان شاء الله نشوفكم في فيديوهات تاني. نشكر لكم اهتمامكم، ونلتقي في برنامج آخر إن شاء الله.
دي طبعا للتواصل، تمام، رقم موبايل والايميل الشخصي وصفحة الفيس، دي صورة البروفايل. وان شاء الله نشوفكم على خير في فيديوهات تانية، وشكرا لحسن استماعكم والى اللقاء.